وماما كانت دايما تقول لي انت ليه حتى سوره العذراء في كل حته؟ انا ساعات ناس يخشوا البيت يقولوا لها وانتم مسيحيين في يوم الفنانه الهام شاهين كانت بتصور برنامج في لبنان، وجالها اتصال ان مامتها تعبت وقعت في البيت وما بقتش تقدر تقف على رجليها. الهام بكت، خصوصا انها ما لقتش طيران ترجع مصر وما كانتش عارفه تعمل ايه، ولقت نفسها رايحه على دير مار شربل في جبل لبنان، وبدات تدعي ربنا عشان يشفي امها، وولعت شمعه للسيده مريم وعيطت كتير قوي قدامها. وتاني يوم اتفاجئت بوالدتها بتكلمها وتقول لها انا شفت العذراء على حته الاوضه، كانت مظلمه ومفيش غير مكان فيه نور على شكل السيده مريم، وحكت لها على حلم شافته بالليل وانها في اوضه العمليات بتعمل عمليه، ووقتها كان عندها كيس دهني في خدها اليمين، وفي الحلم شافت حد بيدوس على مكان الكيس بقطنه فبينزل منه لبن ابيض كتير. ولما صحيت لقت نفسها كويسه، وهنا قررت تجرب تقوم من السرير وتشوف هتقدر تمشي ولا لا، والمفاجاه انها قامت ووقفت، ولما دخلت الحمام وبصت في المرايه لقت الكيس الدهني اختفى وما بقاش موجود، ومن الاستغراب فضلت تحط ايديها على خدها لدرجه انها نادت على مرات ابنها اللي كانت قاعده معاها وسالتها هو وش في حاجه؟ فردت وقالت لها ايه ده يا طنط الكيس راح. والمفاجاه الاكبر ان الست لقت في ايديها مكان شكت حقنه مخدره، كانها عملت عمليه فعلا زي ما شافت في الحلم. وطبعا ام الهام شاهين ما بقتش فاهمه ايه اللي حصل، وعشان كده سالت بنتها هو انت كنت فين امبارح؟ الهام قالت لها ليه؟ مامتها سالتها يعني انت كلمتي سوره العذراء مريم ولا في حاجه عملتيها؟ الهام شاهين ردت وقالت انا فعلا كنت في دير امبارح ودعت لك عند سوره العذراء. والدتها ما بقاش على لسانها غير الله اكبر الله اكبر، ومن بعدها بقت تحب السيده العذراء اكتر من الهام، وعلقت صورتها في اوضتها، مع انها قبل كده كانت كل شويه تقول لها يا الهام كل ما حد يجي لي يسالني هو انتوا مسيحيين ولا ايه من كتر صور العذراء اللي محطوطه في البيت، والهام تقول لها يا ماما هي العذراء بتاعت المسيحيين بس، دي بتاعتنا كلنا، الاسلام ما كرمش اي ست زيها، ومفيش واحده ليها صوره باسمها في القران غيرها، دي يمكن بتاعتنا اكتر من المسيحيين. والفنانه متعلقه قوي بالعذراء وحاطه صورتها في كل مكان في بيتها، وعمرها ما اتحركت من غير ما تكون صورة السيدة مريم في شنطتها، والكنيسة بالنسبة لها بيت من بيوت ربنا زيه زي الجامع بالظبط. لكن مامتها ما كانتش مقتنعة لأنها مسلمة متعصبة قوي للإسلام، لحد ما شافت بنفسها معجزة من معجزات السيدة العذراء. وإلهام شاهين لما حكت عن معجزة شفاء مامتها قالت صحيح أنا دعيت لماما بالشفاء، بس ما كنتش مصدقة ولا متخيلة إن الموضوع يحصل بالسرعة دي. انتم بقى يا ترى شفتم اي معجزات للسيدة العذراء؟